تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. يبقى إذا معنى ذلك التمسك بما سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم هنا بعدما نبينه هو تمام الهداية وأصل الهداية وأس الطريق الذي فيه النجاة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي. طبعا الرواية الأخرى قال كتاب الله وسنتي وكلاهما صحيح. فنحن معكم ونعضد بذلك وآل البيت. وأيضا لن نذكر من قال ذلك حتى لا تسبوننا سريعا. الذي قال ذلك عترتي هي سنتي؟ لا عترتهم آل بيت. آل بيت آل بيت فقال طبعا أذكر اسمه أبو بكر رضي الله عنه. قال والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل خير لي من قرابتي. فنحن نصل آل البيت ونحب آل البيت ونترد على على آل البيت. أنتم كذلك إذن النصرة لآل البيت نحن وأنتم مشتركون مشتركون فيها. صحيح. لكن الإشكال كل إشكال نحن حافظنا على ذلك وترضينا على آل البيت ونحن نوقر ونحترم كل آل البيت من أهل الإيمان والتقى طبعا لأنه ما من أحد ولي نبي إلا أن يكون تقي نقي. فنحن نقول ونحن أيضا نعضدهم وننصرهم. أما أنتم فخيانتكم كبيرة وأما أنتم فجناياتكم أعظم. أنتم تريدون هدم الإسلام الذي به تميز آل البيت. أنتم قد بينتم آل البيت في أبشع الصور وأنتم قد انتقصتم من قدر آل البيت ما انتقص أحد قط ولا حتى النواصب من آل البيت كما انتقصتم أنتم من آل البيت. واقصد النواصب الخوارج. الخوارج ينسبون العداوة لعلي بن أبي طالب وآل البيت. فنقول أنتم الآن جناياتكم عظيمة جدا في هذا الباب حتى نصل إلى الجناية وتكون مسلسلة ليستيقظ هؤلاء الرافض أو الشيعة عما يفعلون بجناياتهم على الإسلام. هم خانوا الله خانوا رسوله خانوا الصحابة بعد ذلك جناية كبرى على إمامهم الأعظم ألا وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. جناياتهم على الله أنهم أولا كذبوا الله كذبوا الله في أكثر من حال. الحال الأولى أنهم كذبوا الله بأن هذا القرآن الذي قال فيه الله جل وعلا إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه. قال لا ما حفظه الله ما استطاع أن يحفظه. ليش؟ لأن الذي بين أيدينا هو ثلث القرآن والبقية مع المعتوه الذي في السرداب. طيب يعني هذه المسألة الأولى كذبوا الله في آياته وهذا محكم من الآيات. وإما أن يقول هو كلام الله وإما أن يقول ليس بكلام الله. فإن قالوا كلام الله قلنا إذن صدقوه آمنوا به. ويعني هما بين أمرين أحلهما مر. أو قالوا ليس من كلام الله إذن نبين لهم أن هذا الكلام كفر لأن الله تكلم بهذا القرآن. فإن صدقتم أنه تكلم بهذا القرآن فقد قال ربنا العلام الرحمن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. كذبتموه وقلتم ما حفظ. هذه الأولى. الأمر الثاني الجرأة على الله جل في علاه في مسألة أن جبريل يخونه والله جل وعلا لا يستطيع أن يفعل شيئا مع جبريل. الرسالة تنزل علي بن أبي طالب فجبريل يخون ويأخذ الرسالة إلى طبعا بعض غلاة الشيعة يخونون بهذا الكلام. صحيح. نحن لا نفتر عليهم. طيب فيأتي جبريل فيخون علي بن أبي طالب فيأخذ الرسالة يخون علي بن أبي طالب ويأخذ الرسالة ويذهب بها إلى محمد. وأين الله؟ كانت غفلات نوم. حاشا لله حاشاه. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه. الله جل وعلا قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إن الله إذا أراد أن يقضي بالأمر أمر بالوحي أو أراد أن يأمر بالوحي أو بقضاء الأمر أمر تكلم بالوحي. فإن تكلم بالوحي أخذت السماء رعدة رجفة من صوت الله جل وعلا. الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.